تقرير لصناع القرار والجهات الرقابية في مصر عن الأحوال السلفية في مصر. في برضو عندهم الولادة، أعرف شوف النهاردة الميكانيكي مصطفى العدوي عنده كم بنت، وبعدين يقول لك تناجح وتكسره، يبقى تناجح وتكسره اللي بيروجوا السلفية لا يصح. أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سمعنا كلام حتة الكريمة اللي اسمه الدكتور أحمد كريمة، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في الرويبضة. نسمع كلام الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله ورعاه. أنا من محاربي تحديد النسل، أنا عندي 17 بنتا والحمد لله، وأحمد الله وأشكره وأحمد الله وأشكره، والله ما وجدت منهم إلا كريم الأخلاق من فضل الله تعالى علينا، فأنا أمتثل شكر نعمة الله تعالى. قال شعيب عليه السلام: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وامتن الله على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وكذلك قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا، نفخر ونسعد برزق الله لنا. طبعا بعد ما سمعنا الاستدلال القرآن الجميل من شيخنا الشيخ مصطفى العدوي، أحمد لحتة الكريمة بتتهم الشيخ مصطفى العدوي الميكانيكي. الشيخ مصطفى العدوي نحسبه من العلماء ولا نزكي على الله أحدا، وانت احنا بنقول لأحمد كريمة انت بتبعت تقرير، هو انت اللي بترزق بنات الشيخ 17؟ وانا عايز اقول لك يا احمد يا كريمة، انت مش الله سبحانه وتعالى قال في موضعين في القرآن الكريم، موضع في سورة الأنعام وموضع في سورة الإسراء، قال تعالى: نحن نرزقكم وإياهم. موضع الثاني: نحن نرزقهم وإياكم. فالرزق هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فإنت ما تتعبش نفسك. فالشيخ مصطفى العلوي طرح عليه سؤال رأيه في الدكتورة اسمها يا ربي هالة سمير، هل هي على صواب أم على خطأ؟ هنشوف إجابة الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخنا، إيه رأيك فيما يقدمه يعني النساء الداعيات على السوشيال ميديا لما يفيد الناس أو المجتمع من نفع، يعني في نفع كتير زي الدكتورة مثلا هالة سمير مثال يعني؟ والله ما أعرف، ما شفتهم ولا سمعتهم، لم أرهن ولم أسمعهن. لكن إذا سألتني هل يجوز للمرأة أن تكلم الرجال من وراء حجاب، إيه رأيك أنت؟ القرآن قال كده، إذا سألتموهن مثلا ده الذي عندي في الباب. السلام عليكم.